يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا أولاد إن شاء الله الحصة دي هتبقى مسجلة، تمام؟ لأن احنا إيه، في مشكلة عندنا في الرابط، تمام؟ مش أنا مع إني مجربها قبل البث، يعني أنا مجرب الفكرة بعد البث، قبل البث، فالله المستعان. المهم احنا وإمتى اولاد، هيكون البث والتسجيل؟ التسجيل هيتسجل ويترفع على الايميل، وبعد كده نزله، وبعد كده ارفعه، يعني موال طويل كده، تمام؟ إنما البث على اليوتيوب على طول. مع اليوتيوب مباشر، فالله المستعان. يلا احنا يا اولاد، الاول انا عايزكم تهنوا اخواتكم محمد وكريم، محمد ونيره وبدر وياسمين. امبارح كانوا بيتكرموا في مؤسسه ماك كندا، كانوا لانهم ما شاء الله كانوا يعني في مراكز متقدمه، تقريبا الاول او الثاني في مسابقه حفظ القران الكريم، محمد ونيره وبدر وياسمين. فيعني ما شاء الله عليهم، يعني قبلوا بلاء حسن يعني في الفتره ديت، وكانت يعني فتره كويسه ما شاء الله، اللهم بارك يعني، فربنا يبارك فيهم ان شاء الله. الامر الثاني يا اولاد، اللي ان شاء الله الحصه دي حصه مهمه قوي. مهمه ليه؟ مهمة مهمة لهدف واحد، لهدف وهدف يعني أكتر من هدف. الهدف الأول إن هي متعلقة بأشياء بتحصل معانا اليومين دول، ومتعلقة بناس، الناس دولت هم أكتر ناس كانوا بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيعادوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ماشي يا أولاد؟ طيب، الناس دولت هم اليهود. أنا مش عايز حد يفتح الصوت خالص، تمام؟ الناس دولت هم اليهود. النبي صلى احنا المره اللي فاتت يا اولاد عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل اجلاء، لما حصل اللي هو غزوه بدر، وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد في البدايه عير قريش اللي كانت مع ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم. ولما عرف ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجم القافلة بتاعته، تمام، هيهاجم القافلة بتاعته، ايه اللي حصل؟ سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه قام واخد نفسه وماشي من طريق تاني، وقبل ما يمشي من طريق تاني بعت واحد لاهل مكة يعرفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهجم على القافلة بتاعته. ايه اللي حصل يا اولاد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اصحابه وراح يهجم على القافلة. ابو سفيان خدنا بعت واحد قال اللطيمه عيركم سيأخذها محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هيهجم عليه. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج في الاول عشان يهجم على قافله، بعد كده اللي هو الذي تولى كبره اللي هو ابو جهل لعنه الله قال لك لا، ده احنا نروح بقى ونوريهم قوه قريش. طيب يا عم الحاج، انت دلوقتي عندك مشكله، انا لازم هخرج بره مكه عشان الناس تعرف ان احنا اخويا، محدش يقدر يجي علينا. خلاص، بعد شويه ابو سفيان بعت لهم رسول ان خلاص ان العير في امان وان هو خدها من طريق تاني خالص. ابو جهل يسكت؟ لا ما يسكتش، هو راح عشان يموت، حرفيا رايح عشان يموت. قالك والله لا نرجع حتى نرد بدر، هيقعدوا فيها 3 ايام، فننحر الجزور ونشرب الخمر وتسمع بنا العرم وبمقدمنا فيهابوننا، يعملوا لنا 1000 حساب. وبالفعل نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أعد العدة، أعد الناس، يسمع من الناس. سيدنا أبو بكر قال كلام فأحسن، سيدنا عمر، سيدنا مقدام عمرو، مقداد بن عمرو، وبعد كده سيدنا سعد بن معاذ قال له أتقصدنا يا رسول، أنت إحنا اللي صدقنا بيك، اللي آمنا بيك، إحنا معاك، عاهدناك على السمع والطاعة، فامض بنا حيث شئت، انت المكان اللي انت عايز تروح فيه ودينا فيه. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى كتب النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. قتل في هذه المعركه ابو جهل، وقتل شيبه وعتبه بن ربيعه، وقتل اميه بن خلف، وقتل خلق كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء كان فيه ناس موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ولاد في المدينه. الناس دول كانوا مين؟ حد يعرف؟
يا بسام، ممكن تعيد السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع ناس في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم، يا ترى هم مين؟ أبو بكر وسيدنا عمر بن ولا الخطاب. بسام انت بتهزر، انا بقول لك ناس عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي يا جيدو، قول لي يا عبد المجيد. يعني ايه عيدهم؟ أهل المدينة؟ اهل، ما هو عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. اهل المدينة كانوا الاوس والخزرج اللي هو الانصار، وكان منهم معاهم تاني اللي هم اللي مين؟ قول يا، قول يا خالد كده. قول يا ياسمين. يعني عاهدهم. يعني انت عارفه، مش احنا قلنا ان في 3 حاجات النبي صلى الله عليه وسلم عملهم اول ما دخل المدينه؟ قلنا اللي هو بناء المسجد، بعد كده المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، وثيقه المدينه، المعاهده اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. صح ولا انا غلطان؟ انا جاوبت على السؤال. صح. تمام كده؟ تمام؟ صح. طيب كله يقفل الصوت. خلاص يا اولاد. طيب انا دلوقتي في عندي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان اليهود قوم بهت بيكذبوا كتير، وفي بدايه سيدنا في البدايه سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما دخل في الاسلام قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، يعني بيكذبوا قد ما بيتنفسوا، هعمل ايه؟ الله يناديهم واسالهم عني. ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا. طيب فخرج سيدنا عبد الله بن سلام اليهم فقال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا هو صغيرنا وابن اصغرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. طب ما هو كان سيد اهو، كان سيد، دلوقتي مجرد ما دخل في الاسلام بقى الجاهل، وان هو احمق عفاه الله، وان هو مش ابن الكبير بتاعهم، وكان اجهل الناس فيهم وكده، عشان هم اليهود عايشين على الكذب، بيتنفذوا كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان اليهود دولت في اي لحظه هيخونوا. في اي لحظه يا اولاد؟ هيخون. جميل. في الوقت ده يا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل، انا بقول يا بسام اقفل الصوت وما تفتحوش على ما تستاذن. في اللحظة دي يا أولاد لما النبي صلى الله عليه وسلم خلص من غزوة، خلص غزوة بدر، وانتهى من قريش، نزل إيدك يا بسام، وانتهى من قريش وذهب إلى اليهود في سوقهم، هو عارف إن اليهود يا أولاد أول ما يلاقوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل عنهم بعد عينه بس كده هم هيخونوا. وبالفعل حصل كذا مرة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، بنو قريظة خانوا الله ورسوله، خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخانوا الله ورسوله. فالمسألة كلها يا أولاد مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن جانبه، عارف إن هم هيخونوا في أي لحظة. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمتين ببساطتين خالص، ما زودش عليهم، اتكلم معاهم ببساطة خالص. يا بسام اقفل يا حبيبي، نزل ايدك وبعد كده اما نخلص هنتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم كده، خد سيدنا عمار بن ياسر وجمعهم وقف في وسط السوق بتاعهم في المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه. هم كانوا تقريبا حدود 700 انسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل من قريش. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش احذروا مني ومن المسلمين ما نزل بقريش؟ من أدب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نسب النصر دي لله سبحانه وتعالى، وما النصر مصداقا لكلام الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، من العذاب يعني، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. يعني يا ريت تدخلوا في الاسلام، انا بقى يعني انا عايز ابعدكم عن النار وانتم بترموا نفسكم في النار، انا عايزكم تدخلوا الجنه. واسلموا فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل، يعني انا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وان ربنا اللي ارسلني.
تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد ذكره موجود في التوراة وفي الإنجيل. التوراة فين يا أولاد؟ الإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في القرآن في التوراة كما هو موجود في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحنزلا للأميين سميتك المتوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، ده نص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة في الإنجيل خلاص. فهو بيقول لهم أنا أنتوا عارفين إن أنا نبي مرسل والعلامات عندكم والدلائل عندكم في الكتاب بتاعكم، فادخلوا في الإسلام وآمنوا بيه. تخيل أنا عايزكم بس كده، واحد كان جاي للمدينة وأصبح ليه قوة، المفروض أنت تحاول تجاريه في الكلام وتسمع كلامه وتدخل في حلفه ولا تحاربه؟ ها يا ترى اليهود عملوا إيه؟ هل هم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم رد لا يليق؟ ها قول يا حور. أحاربه ماشي، قبل ما يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف معاهم يا حور دلوقتي بيقول لهم يا معشر اليهود احذروا من الله ما نزل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا. ها هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام ده هل هم سمعوا الكلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل أحسنت. طيب هم كان ردهم إيه يا أولاد؟ قالوا يا محمد إنك ترى أن قومك، يعني إيه أنت بتحسبنا إن إحنا الناس اللي رحت قاتلتهم من شوية كده وغلبتهم؟ يا محمد إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. يعني لا يغرك يا محمد إنك قابلت ناس قتلت ناس ما عندهمش علم خالص بالحرب فأصبت منهم فرصة، يعني فعرفت أن تغلبهم. يعني اللي بتكلموا دول يا أولاد يعلموا إن كان أهل مكة أهل قتال، قريش أهل قتال خلاص. فإن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا إنك ترى أن قومك، يعني أنت شايف إن إحنا زي قريش، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. يعني بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو دخلنا معاك في حرب هتعرف ان احنا الناس اللي تقدر تحارب وتقاتل، انت رحت حاربت ناس ما كانتش عارفه تحارب. وده يا اولاد الكلام المهم اللي انا هنبدا الكلام المهم من هنا دلوقتي. يا اولاد اليهود كانوا عاملين فيها اسود على النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا انت ما تعرفش احنا اقوياء ازاي في الحرب، ما تعرفش احنا نقدر نعمل ايه في الحرب. هم زي ما بيقولوا دلوقتي يا اولاد يقولوا احنا معانا جيش واحنا اقوى جيش ومش اقوى جيش، وبيستخبوا من طوبة. صح يا اولاد ولا انا غلطان؟ يعني طفل صغير خوفهم. فاحنا دلوقتي عندنا دلوقتي عقيدة لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هم لن يستطيعوا ان يحاربوا جند الله سبحانه وتعالى الا وراء جدر او في قرى محصنة. يعني مثلا زي اولاد يقعدوا في دبابه مثلا في طياره يضربوا بالطيران، بس ان هم ينزلوا بري ما يقدروش ابدا. لا يقاتل، هو ده تصديقا لقول الله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، ده في مشاكل بينهم من بعض، تحسبهم جميعا، يعني انت تحسبهم ان هم متجمعين وكلمتهم واحدة ولكن قلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد في ناحية، خايفين من الموت، خافوا يخسروا فلوس. فهم اليهود قوم يحبون الحياة يخافون الموت، ولكن عشان هم ما كانوش دخلوا الحرب فما كانوش خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ قالوا لا
يا والله إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. وهذا الكلام ده أولاد كلامهم اللي قالوه استوجب من الله، استوجب رد من الله عليهم. الله سبحانه وتعالى قال أنزل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للكافرين اليهود وغيرهم لو دخلتوا في حرب ستغلبون، مش بس كده، انتوا هتموتوا في المعركة، تقتلوا في المعركة، وتحشرون إلى جهنم، تتجمعوا كده إلى جهنم وبئس المهاد، المكان اللي هتقعدوا فيه مكان شر، أشر مكان هو جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي هم المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فإحنا يا أولاد دلوقتي قدامنا عمل إن هم أسود على النبي صلى الله عليه وسلم. يا بسام أنا بجح كده ليه؟ يعني البس ما يشتغلش وفي جحة كمان. تمام يا أولاد؟ فإحنا دلوقتي عندنا، سامعيني كده يا أولاد ولا؟ سمعين. يا حبيبي، فاحنا دلوقتي عندنا مشكله ان هم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ادخلوا في الاسلام، انتوا لسه شايفين ايه اللي حصل في اهل مكه. ابو جهل اللي هو كان بيقول انا ما هنيجي مش ماشي من مكاني الا لما هذبح الجمال ونشرب القمر والنساء تغني لنا وترقص، كل الكلام ده، وفي النهايه اللي قتلوا اتنين من يعني من صبيان الصحابه ومن شباب الصحابه الصغار، قتلوا يعتبر هم اللي قتلوا سيدنا عبد الله بن مسعود، ما كان عليه الا ان حز رقبته وخلاص قطع رقبته. فهو بيقول لهم فهم اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول، فانزل الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون الى اخر الايه الايات. فرب كأن ربنا بيقول يعني اليهود انتم المفروض كنتوا تعتبروا بما حدث لكفار مكه او للمشركين. طيب يا اولاد، في مره من المرات بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم راح السوق وقال هذا الكلام، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى الى مكانه. طيب في مرة من المرات في امرأة من المسلمين ذهبت بجلب لها، عارفين يا أولاد اللبن والقشطة والكلام ده كله؟ الحاجات اللي بتبقى في الأرياف. الست المرأة ديت من المسلمين كانت جايبة حاجة زي دي يا أولاد، فقامت راحت بيعها في سوق اليهود، هو في عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فهذه المرأة باعت حاجتها وراحت عشان تشتري ذهب. احنا عارفين ان اليهود اصلا من بدايتهم ان هم يعني الذهب ده اللعبه بتاعتهم، فراحوا يشتغلوا مع، راحت تشتري ذهب، فذهبت الى احد التجار اللي هم بتوع الصاغه او الذهب الصوت والصورة. الصوت بيعلق يا مستر ومفيش صورة. الصوت بيعلق. عمو صوتك مش موجود. نجرب نخرج وتدخل وندخل تاني. ماشي. لا استنى استنى لما المستر يقول. يا جماعة استنى يا جماعة استنى يا جماعة، المستر ما قالش حاجة، هو المستر اصلا اتخرج ولسه هيدخل. خرج وهيدخل تاني الظاهر، مشكلة من عنده. لانه متهيألي النت عنده ضعيف. هو اشتغل؟
اشتغل ايه؟ وانت شايفه المستر المشكلة عند رحله ولا عندهم؟ لا حصل عند المستر المشكلة. مشكلة خرج وهيدخل ممكن بعد 2 دقيقة. ممكن يكون بعت لنا مسج على الجروب. لا مفيش. لو بعت حاجة، لو بعت حاجة عندهم. هتشغل. ممكن الإيد تفصل عندهم. ما كل واحد يخرج ويرجع تاني بدل كل ده. اللي هيخرج مش عارف يدخل تاني غير تستنوا. ما ينفعش تبقوا قاعدين كده عاملين تتكلموا، لازم تستنوا وهو هيجي بعد شوية. أو المستر دخل. السلام عليكم. صوتك هي مقفول. السلام عليكم. معلش يا شباب مش عارف ايه النهارده، اليوم النهارده صعب كده. المهم الصوت والصوره ما كانش بيشتغل. ما كان النت فصل، الله المستعان. المهم يا اولاد اللي حصل، هم قالوا لها اكشفي وجهك، واحد منهم قال اكشفي وجهك، فقالت لا مش هكشف وجهي، طب عايزين نشوفك، لا لا انا مسلمه وربنا امرني وكده. فقام جاي الخبيث هذا، قام جايب طرف ثيابها وقام رابطه باعلى في المنطقه دي مثلا، ان هو مجرد ما تقوم يحصل ايه؟ مجرد ما تقوم اللي هو تنكشف سوءات او عورتها. فلما قامت انكشفت عورتها فسقطت على الارض، هي خايفه تقف عشان حتى لا تبان العور، فقالت وا سوءتاه وا سوءتاه، يعني خافت ان العوره بتاعتها تشوف حد يشوفها. فقام احد المسلمين اللي كان مجاور ليها وقام رايح وقام قاتل هذا اليهودي. قتل هذا الايه؟ اليهودي. جميل. فاليهود يا اولاد، حضرتك اللي تحت، حضرتك انت في الصف اللي تحت. انا في الصف اللي تحت. ايوه، لان احنا لما بنرفع كده الشاشه انت بتبقى تحت، في صف تحت وفي صف فوق، في مش ناس تحت مشكله، وفي ناس فوق. مش مشكله. هو ايه المشكله يا بس؟ اقفل الصوت يا حبيبي. حاضر. لا حول ولا قوه. تمام. فاحنا دلوقتي يا اولاد، جاء واحد من المسلمين وشاف هذه المرأة وقد حدث لها ما حدث، وقام قايم قاتل اليهودي ده، واليهودي اجتمعوا عليه تقاتل معه حتى قتلوه. هل النبي صلى الله عليه وسلم هيسكت يا اولاد؟ يعني توقعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ يعني عايز حد يقول لي كده، يتوقع، قول لي يا عبد المجيد كده. هيعمل حرب مع اليهود. تمام. قول تاني اللي يعرف. قول يا يلا قول يا مريم كده. هيروح ياخد الصف ويحارب الناس الإسرائيليين اليهود. احسنتي، جميل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد راح يحارب اليهود. تمام. اول ما حصل الموقف ده يا اولاد، تخيلوا ايه اللي هيحصل من اليهود؟ هل هم يقولوا احنا اللي قتلنا وكلام ده كله، ولا هيستخبوا؟ قول يا بسام. هيستخبوا. جميل. وبالفعل ده اللي حصل، لان ربنا قال. بالظبط. اقفل الصوت. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني هم كده كده أصلا هم بيخافوا يحاربهم في أي مكان مكشوف. أما احنا كمسلمين احنا ما بنخافش، لأن احنا عارفين لو متنا في أرض المعركة إن شاء رب العالمين كانت نيتنا خالصة لله، إن شاء الله على طول على الجنة بإذن الله، إلا في حالة لو كان علينا دين أو كلام من ده. فاحنا عارفين يا اولاد ان احنا ان شاء الله هنكون في الجنه لو قتلنا في سبيل الله. اما هم خايفين لان عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ومع ذلك عنده مش عايزين يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يا اولاد. طيب الامر اللي بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جيش، وكان الذي يحمل الراية في هذه المعركة مين يا أولاد؟ ها؟ مين اللي كان يحمل الراية؟ احنا عرفنا الراية كان فيه رايتين سود، ها؟
ولا رايتين، 3 رايات، راية لسيدنا مصعب بن عمير، وراية لسيدنا علي بن أبي طالب، وراية لسيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر. يا ترى مين اللي المفروض هيمسك الراية في غزوة بني قينقاع؟ يلا اسمع، اسمع بسام، بأمانة مش عارف. ما انا عايزك تتخيل. أبو عبيدة بن الجراح مثلا، لا لا، سعد بن أبي وقاص. قول يا عبد المجيد. خلاص ماشي، هقفل الصوت. أنا هخمن، كمل. هو مش أبو بكر أكيد. تمام. هو واحد يا اولاد، واحد هو ما كان بيصطاد الاسود. هو على اسم واحد معانا هنا دلوقتي في الغرفة. ها ها، دوروا في الاسماء بتاع الغرفة، هو عارف نفسه. ها، منور يا حمزة. بنورك يا شيخ. يبقى هو مين بقى؟ هو حمزة يعني. انا حليت لكم خلاص، سيدنا حمزه ابن باينة عبد أوي. المطلب. بالظبط، ما هي باينه يا بسام، قول يا بسام. تمام، هو اسمه سيدنا حمزه ابن عبد المطلب. اه، سيدنا حمزه ابن عبد المطلب. خلاص. هل النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد هيسكت عشان واحد من اصحابه اتقتل؟ لا، مستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هيسكت على مشكله زي دي. النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الحصار في يوم السبت 15 شوال، تقريبا في نصف شوال، بعد اقل من شهر من غزوه بدر. وفضل محاصر بنو قينقاع في حصنهم او في دارهم مده 15 يوم، لحد اول ليله مثلا في ذي القعده. وربنا سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب بني قينقاع بطريقه رهيبه، غريبه جدا، مستحيل اصلا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هم كانوا بيقولوا انت احنا نقدر نحاربك، وهتكون فاكر ان اللي انت حاربتهم دول كانوا بيعرفوا يحاربوا، لا احنا اللي بنعرف نحارب. طب وروني نفسكم يا اللي بتعرفوا تحاربوا، بقى هتعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قاموا يستخبوا في الحصون بتاعتهم، يبعتوا مثلا لفي فلان، لا انا، طب توسط لنا عند الرسول، لا ما فيش كلام من ده. في واحد من المسلمين اتقتل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله في هذه اللحظة ولقتل صاحبه هذا. تمام يا أولاد. طيب، وفي الأصل يا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك حق أحد من المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك حق أحد من المسلمين. طيب يا ترى يا أولاد، اليهود كان فيه 2 مواليين لليهود، يعني كانوا بيتعاملوا مع يهود بنو قينقاع، منهم واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ومنهم واحد اسمه سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. سيدنا عبادة بن الصامت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أتبرأ منهم، أنا ماليش دعوة بيهم، أنا لا أوالي إلا من والى الله وأعادي من عادى الله سبحانه وتعالى، يعني أنا حبيب للمسلمين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أنا بيني وبين إخواني المسلمين أكون إنسان ودود وإنسان طيب وأتعامل معهم بالحسن، ولكن لما أجي عند واحد غير مسلم يحارب دين الله سبحانه وتعالى، الصوت ما يتفتحش هنا يا بسام، يحارب الله ورسوله، أنا لازم أقف أكون عزيز قدامه، لا أذل نفسي أمامه، أكون قوي أستعز وأكون معتزا بدين الله سبحانه وتعالى، أعتز بأنني مسلم. سيدنا عبادة بن الصامت، مش بس كده يا أولاد، لما النبي قال يخرجوا بره المدينة، سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه خد نفسه وفرسه ومشى وراهم عشان يشوف فعلا هم خرجوا من المدينة ولا لا. تخيلوا يا أولاد، سيدنا عبادة بن الصامت من شدة حبه لدين الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يتبرأ منهم ومن افعالهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل ايات كريمات في سوره المائده،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني اللي هيكون مع اليهود حتى وإن كان مسلم هيكون زيه زيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما يكونش في حب جامد بينك وبينهم وإن أنت يكون هم عندك أحسن من المسلمين، لا، في الحالة كده هتبقى أنت إيه؟ أنت زيهم. ومش معنى الكلام ده يا أولاد إن أنا بقول إن إحنا ما نتعاملش مع الناس اللي معانا بطريقة كويسة، لا، أنا أتعامل والله معهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرني، تمام؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ده عبد الله بن أبي بن سلول راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحسن في موالية، يعني ناس صحابي الذي أنا موالي لهم هم موالين لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، أحسن إلى موالية، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين يا أولاد الدرع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه عشان ما يكون في الحارب بيحارب؟ فأم عبد الله بن أبي بن سلول أم جاي في مكان هنا كده وأشد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه نظرة المغضب الغاضب فقال أرسلني، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحك أرسلني، قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية. فعبد الله بن أبي بن سلول ليه أولاد متمسك باليهود؟ لأن هم كان شايف إن هم قوة هيقدر يحارب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا ساعدوه في حرب اسمها حرب بوعاس، إن شاء الله نبقى نتكلم عنها بعدين، حرب اسمها حرب بوعاس، فهو شايل لهم الجميلة دي، ما هو زيهم إن شاء الله هيبقوا هيتجمعوا إن شاء الله في النار يوم القيامة. فعبد الله بن أبي بن سلول شفع فيه لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هم لك خدهم أنا مش عايزهم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلهم لعنه الله ولعنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي على عبد الله بن أبي بن سلول باللعنة ودعا على اليهود هؤلاء باللعنة، كلهم ماتوا في وقت قريب بعدها، هلكوا كلهم بعدها بفترة بسيطة. فيا أولاد القصة كلها في غزوة بني قينقاع الترتيب التسلسلي هكذا، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ذهب إليهم وقال لهم كلام، قال لهم كلام إن هو أول حاجة يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقم وأسلموا، يعني بيدعوهم إلى الإسلام. كان رد اليهود قالوا يا محمد إنك ترى أن قومك، أنت شايف إن إحنا زي قريش اللي أنت كنت بتحاربهم دلوقتي، لا والله إن لقيتنا لتعلمن أن نحن الناس، يعني هتعرف إحنا الناس اللي بتعرف تحارب. وأعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق بين قينقاع تبيع لبن وكلام ده كله، فراح بعد ذلك بعد ما باعت البضاعة بتاعتها ذهبت إلى السوق لتشتري الذهب وكده، فالبائع روادها أنها تكشف عن وجهها وكلام من ده، فأبت هذه المرأة العفيفة هذه الصحابية. ثم بعد ذلك هذا الخبيث يعني رفع طرف الثياب إلى أعلى إلى مثلا إلى رأسها مثلا إلى أعلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها. من اللي سمعها وهي تقول سوءتها؟ واحد من الصحابة، فذهب فقتل هذا اليهودي انتقاما لعرض لما فعل في هذه المرأة، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم هل يسكت لما يشوف ان امرأة من المسلمين تم ان هي يعني انتهكت حرمتها وان هي مثلا كشفت عن يعني اليهود كشفوا عورتها وكلام ده كله، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيسكت؟ لا ما يسكتش، مش هيسكت على ديت ومش هيسكت على قتل الصحابي. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش من 1000 رجل وذهب اليهم فتحصنوا. لا مش انتوا كنت لسه بتتكلموا وتقولوا احنا احسن ناس تعرف تحارب وكلام، فين الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ مفيش، كله راح في الهواء. طيب اللي حصل بعد كده، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم من نصف شعبان الى غرة ذي القعدة، فكان تقريبا 15 يوم. بعد كده اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان 2 من اهل سيدنا عبادة بن الصامت، وده كان من الصحابة الاجلاء، وعبد الله بن ابي بن سلول هو رأس المنافقين. لما تكلم عبادة بن الصامت قال يا رسول الله اني ابرأ اليك من فعلهم. خلاص، ومش بس كده، سيدنا عبادة بن الصامت مشى وراهم عشان يروح يشوف
هم مشوا كلهم من المدينة ولا لا؟ اللي هو بيبين ان هو موالي لله سبحانه وتعالى ومتبرئ من الايه، هو يتبرأ من الكافرين. عبد الله بن ابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يتذلل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ياخذهم، فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال هم لك، خلوا سبيلهم، لعنه الله ولعنهم. فلا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نفهم من كده يا اولاد ان اليهود اول حاجه لا عهد لهم ولا ذمه، ما بيوفيش بالعهود، ان هم ما بيقدروش يحاربوك وجها لوجه. واكبر دليل يا اولاد اللي بيحصل مع عند اخواتنا. الحاجه الثالثه يا اولاد ان عندنا ان احنا عندنا ما يقدروش يحاربوك وجها لوجه. لما هيحاربوك هيلازم يكونوا جوه دبابه، في الطيران، اما ان هم اجتياح بري وكلام مستحيل يقدروا يعملوه، لانهم الله لان الله سبحانه وتعالى خذلهم فلا يستطيعون. هم اشد الناس واحرص الناس على الحياه، تمام؟ فهم اكتر ناس بيحبوا الحياه. ده ببساطه يا اولاد غزوه بنو قينقاع. حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده. جميل، عظيم، محدش عايز يسال. طيب احنا يا اولاد ديك احنا كده اخذنا كام غزوه لحد دلوقتي؟ حد يعرف؟ قول يا بسام. غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة بين قينقاع. احنا خدنا أحد امتى؟ خدنا أحد امتى؟ لا 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 انا اسف، خدنا غزوة بدر ولا غزوة بتاعت النصر اللي هي بين قينقاع. جميل. وخدنا اوقات اصلا ما بحضرهمش بس انا مش فاكر. مش مشكلة، خلاص. طيب قول يا ياسمين. قول يا ياسمين يا بدر يا محمد يا نير، اي حد فيكم؟ غزوة بدر، غزوة قينقاع، بنو قينقاع. لسه بس ده دي اللي احنا اخذناه. تمام. يا بدر، يا بدر. نعم. اسمها غزوة ايه؟ بدر. شوف بقى عرفت انت اسمك جميل ازاي؟ ايش. يلا يا اولاد ان شاء الله في اخر كل حصه بنقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.